افتتح ملعب قرية أدليم مشكورين وعلى بركة الله. تم افتتاح ملعب في أحدى قرى محافظة صلاح الدين لهذا الملعب في قرية الدليم، ونشكر أولا صاحب الأرض المتبرع بهذه الأرض، وكذلك نشكر القائمين على هذا الملعب الدكتور سعد الجنابي والأستاذ إبراهيم فيصل لإنشائهم هذا الملعب ليكون حقيقة صرح رياضي في هذه المنطقة. ونحن يعني أن نبين لهذا العالم وللناس كلها أنه شعب صلاح الدين كحالة كحال حالة وحال الشعوب، شعب العراق شعب حي يحب الحياة، يحب الرياضة، يحب الفن. الدكتور جاسم عباس علي، عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، شكرا. نبارك بجهود كل شخص بذل هذا الجهد، الملعب الرياضي في قرية الدليم، ونحسب أنه هذا ثروة المنطقة، ونشكر جميع من بادر بهذا. وأحنا كغرية علينا مساندة كل شخص مثل ما يقول بادر، وإن شاء الله نأمل النجاح والتعالف ما بين القرية وما بين أصحاب الملعب اللي هم أخوانا وجيراننا وأصدقانا وأهلنا. فنشكر جميع جهود الحاضرين وعلى هذه، ونشكر الجميع وبارك الله بكم. أوجه شكري وتقديري إلى أبناء قرية أدليم على ما قدموا لنا من مساندة ودعم في إنشاء هذا الصرح الكبير الذي هو متنفس لشباب المنطقة، ومن ثم ثروة وواجهة لهذه المنطقة. أنا أشكرهم وأشكر كل من ساعدنا، وهذا ملعب قرية أدليم يعني متنفس قلنا للشباب. أنا دكتور سعد جنابي، مسؤول المشروع بالإضافة إلى أخي إبراهيم فيصل. قمنا بإنشاء هذا الصرح العظيم اللي هو يمثل ملعب بقرية عمامنا دليم. هذا الملعب هو ثمرة جهودنا وتعبنا، نقدمه لهم هدية. ليش؟ لأنه الشباب المنطقة راح يأخذون دورهم وفرصتهم في ممارسة الرياضة. الغاية من إنشاء هذا الملعب هو لكسب الشباب وجعل الشباب يؤدون رسالتهم الرياضية أكثر مما ينحرفون باتجاهات أخرى. لذلك هذا الصرح سيمثل لبنة أساسية في الرياضة في محافظة صلاح الدين وفي ناحية العلم بالذات وفي قرية عمامنا دليم.